64 اكتوبر 64 انتقل من تونس الى القاهره. ليه؟ ليدرس زراعه في كليه الزراعه جامعه القاهره. كان في هذا التوقيت سنه 64 الوقت اللي جه فيه مصر، كان مؤمنا ومتشبعا بالفكر الناصري والتيار الناصري والقوميه العربيه والاشتراكيه الى النخاع. في هذا التوقيت لا صوت كان يعلو فوق صوت القومية العربية والقضايا العربية وقضايا التحرر العربي. جاء من تونس إلى القاهرة ليدرس الزراعة، فآمن بالفكر الناصري وبعبد الناصر. لكن في هذا التوقيت كان داخل تونس صراع سياسي مرير بين اثنين من القيادات التاريخية في تونس، الحبيب بورجيبة وصالح بن يوسف. نتيجة هذا الصراع المحتدم بين القيادات التونسية، قررت السفارة التونسية في مصر ترحيل الطلاب التونسيين ومنع بقائهم في القاهرة لأغراض أمن قومي تونسي. ومن ثم تم ترحيل راشد الغنوشي بعد عام واحد من بقائه في مصر، أو ربما لم يكمل العام وهو جاي يدرس الزراعة، حدث خلاف سياسي هناك، راحوا مرجعينه تونس تاني.